من جهته قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إن الليبيين قدموا مثالا على روح الوطنية خلال جولات التفاوض، وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة الوفاق الليبي في أسرع وقت ثم منح الأولوية للأمن. وأعرب عن التزام المغرب بتقديم الدعم السياسي والتقني من أجل تنفيذ كافة بنود الاتفاق. واضح من التوافق الذي أبداه الإخوة الليبيون أن ليبيا ستكون إحدى الحلقات الأساسية في بناء الفضاء المغاربي وتعزيز الفضاء المتوسط والإفريقي من أجل التعاون والتنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطن والاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوفير أسباب التقدم والسلام والحرية. ونحن نتطلع إلى المستقبل على هذا النحو، نعرف ويعرف إخواننا الليبيون أكثر من غيرهم أن بلوغ الأهداف المذكورة لا ليكون مهمة سهلة، خاصة مع تدهور الوضع الأمني واستباحة أعداد من الإرهابيين أرض ليبيا ضدا على أبنائها وانتشار السلاح والفوضى المسلحة. فالمسار سيكون شاقا وسيتطلب التضحية والذهاب بالتوافقات إلى أقصاها.